إذن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. أدلة الرؤية الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. الأدلة من القرآن 7. نعم، من يذكر هذه الأدلة لي من القرآن؟ أدلة الرؤية 7 من القرآن. نعم، حاول. الأول ما ذكر المؤلف، وجوه إلى ربها ناظر، إلى عدها بإلى، وهذه لا يمكن أن تكون إلا بالعين. نعم، لا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على الأرائك ينظرون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه 4 أدلة. نضيف إلى هذه الأدلة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: إذا حجب أعداؤه رآها أولياؤه. ويخوف بعض العلماء هؤلاء الذين ينكرون الرؤيا، يقول: حري بكل من أنكر الرؤيا ألا يرى الله، اتق الله، يعني لن تراني. هذا الدليل يستدل به من ينكر الرؤيا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل على نفسه لزاما أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا ولزاما على شيخ الإسلام بأن يقلب الدليل عليه، يجعل الدليل ضد هذا. لا تدركه الأبصار ولن تراني. لماذا؟ قال: عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليه، له 600 جناح. أدركه؟ لا. رآه؟ نعم. إذن عدم الإدراك يدل على الرؤية. والثالث وموسى عليه الصلاة والسلام عندما قال له الله سبحانه لن تراني، طلب وسأل شيء ممكن لكن غير ممكن في الدنيا، ولو كان هذا السؤال باطل لأنكر الله سبحانه وتعالى عليه، كما جاء الإنكار على نوح عليه الصلاة والسلام. الأخير: لن تراني ولا تدرك الأبصار، ذكرنا. إذن هذه أدلة 7 من السنة، أدلة كثيرة. نعم، وإجماع الأمة. قال، تعيد: قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. بغير إحاطة ولا كيفية. إذن بغير إحاطة يعني لا تدركه الأبصار، نرى لكن دون إحاطة. ولا كيفية، نحن لا نعلم الكيفية، نؤمن لا كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. نعم، كما ترون القمر. شبه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، هذا معنى الذي يقول. نعم، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هيئت لأن ترى ربها. نعم، نسأل الله من فضله.